13 مليار دولار قيمة تراجع واردة ليبيا في عام 2020، انخفاض يعد الأعلى مقارنة بالسنوات السابقة، ما يثير القلق بشأن تداعياته على الاقتصاد المحلي الذي يعاني من أزمات متعددة. اقتصاد يعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاته بنسبة تفوق 85% مقابل 15% يتم إنتاجه في البلاد. أنت بلد غير مستقر، بالعربي أنت في حرب، في حالة حرب. هذا بينعكس سلبي على كل شيء. ومش لوقتي أو يعالج في حينه. لا، هذه بياخذ وقت. مهتمون بالشأن الاقتصادي طالبوا الحكومة وبشكل متكرر دعم الاقتصاد الهش للرفع من مستوى المنتجات الليبية. لازم نحن نعتمد على إنتاجنا المحلي في بعض الصناعة، وأيضا التقليص من الواردات العشوائية. ويواجه الاقتصاد الليبي تحديات كبرى، من ضمنها انقسام مؤسسات الدولة والصراع الجاري بين القوى السياسية في بلد يستند على قطاعي النفط والغاز في توفير أكثر من 60% كإيراد للمالية العامة، ونحو 90% لوارداته من السلع والمواد الغذائية والعلاجية. بحسب توقعات للبنك الدولي للعام الحالي 2021، سيواصل الاقتصاد الليبي مسار تعافيه شريطة تواصل استقرار البيئة الأمنية والسياسية، بيئة تحتاج إلى مؤسسات موحدة وإرادة حكومية قوية لإجراء إصلاحات فاعلة تعطي الأمل في النهوض والتنمية. عبد الناصر خالد، العربي، طرابلس.